السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. موجودين في مرتفعات خضر النبي زي ما انتم شايفين. الاجواء عالميه، الاجواء يا جماعه خياليه، الاجواء يعني شتاء فظيع فظيع، وغيوم والجو يعني مش هقدر اقول ممتع، لان احنا كنا عايزين نشوف طبعا الطبيعه الجميله والشمس الحلوه، بس قدر الله ما شاء فعل. ومع ذلك قلنا لازم نجامل ونيجي نشوف الحلاوه والجمال ده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. طبعا زي ما انتم عارفين احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مرتفعات بوكوت وعن شلالات بالوفيت، وشفنا جمال الطبيعه اللي موجود في ايدر وحلاوه الريف التركي وقد ايه هو كان ممتع جدا، والادريالين اللي شفناه على نهر ريزا، كل ده شفناه في الفيديوهات اللي فاتت. انما النهارده احنا رايحين لمكان تاني جديد في الشمال التركي، بيبعد عن مدينة طرابزون حوالي ساعة ونص بالعربية. المكان هو مرتفعات حيدر نبي، او زي ما بيطلق عليها خضر النبي، نسبة لسيدنا الخضر، ودي معلومة انا عرفتها وانا هناك. الطريق زي ما انتم شايفين دلوقتي على الخريطة هو ممهد وكويس جدا، ويعني لو معاك عربية هتقدر تستمتع. احنا طبعا اخدنا العربية اللي كنا مأجرينها وبتلف معانا تركيا في الشمال التركي بقالها ايام، وزي ما انتم شايفين الشمس كانت ساطعة وكان في مطرة الى حد ما، بس كانت الاجواء مشمسة ودي كانت حاجة مبشرة بالخير. لكن زي ما قلت لكم قبل كده ان الاجواء في الشمال التركي دايما متقلبة خلال اليوم الواحد. طبعا لازم تكون مفول العربية بتاعتك علشان انت هتروح اماكن مرتفعات ومفيهاش اي بنزينة ولا اي حاجة. هنا احنا بدأنا بقى على الطريق اللي بياخدنا للقمة لمرتفعات خضر النبي. زي ما انتم شايفين في علامات وساينز بتوريك كل حاجة، وانا بحاول اشرح لكم الطريق عامل ازاي وشكله عامل ازاي في اجواء ممطرة اللي هي تعتبر اصعب اجواء ممكن تقابلك في الشمال التركي. دي كلها علامات بتوجهك للطريق الصح اللي يوديك لقرية خضر النبي. طبعا الطريق ضيق وزي ما انتم شايفين هو رايح جاي، يعني لو عربية كبيرة مثلا نقل او مقطورة مش هينفع تعدي وانت معدي. انت طبعا لازم تكون ماشي بالجي بي اس، دي ما فيهاش برضو خلاف، وفي نفس الوقت العلامات بتساعدك وبتطمنك. الاجواء رغم ان هي ممطرة لكن الشارع زي ما انتم شايفينه افضل كتير من شوارع مشينا فيها في مرتفعات تانية في الشمال التركي. زي ما انتم شايفين بقى انت على مستوى عالي جدا من سطح البحر وبتشوف جمال الطبيعة الخلاب، وبتبقى ماشي على حرف الطريق، يعني بيبقى ادرينالين عالي جدا يا جماعة. وفي رغم كده الواحد كان مستمتع بالاجواء رغم ان هي ممطرة ورغم ان السحب والضباب يعتبر مغطي معظم المكان، بس كان ممتع جدا بصراحة. احنا هنا خلاص وصلنا لقمة المرتفعات بتاعت خضر النبي او قرية خضر النبي. زي ما انتم شايفين الحياة تعتبر هادئة تماما تماما في المكان، مفيش عربيات، مفيش رحلات، مفيش ناس تقريبا، حتى اهل القرية مش موجودين، الدنيا بتشتي شتاء جامد. انا معرفش هل دي كانت حاجة حلوة ولا وحشة، بس اللي انا عايز اقوله لكم ان انا كنت مستمتع بالاجواء، وعايز اقول لكم على مفاجأة بعد الفيديو ده. طبعا المنظر كان هيبقى مختلف تماما تماما لو الشمس طالعه. الاجواء الشهر ده طبعا طرابزون صعبه جدا جدا، يعني طبعا الناس كلها موجوده في البيوت، الحركه، البيع، مفيش اي حاجه، يعني مش عايز اقول ان الحياه توقفت تماما، بس النهارده يوم صعب جدا. احنا برضه ما زلنا مستمرين في الشمال التركي، وقلنا لازم ننقل لكم برضه الاجواء العالميه دي من مرتفعات خضر النبي. المسافه من طرابزون لخضر النبي حوالي ساعه ونص، الطريق كويس جدا جدا، غير الطريق لمرتفعات هير صفا او مرتفعات بوكوت اللي كنا رايحينها في ايدر. يعني احنا بنحاول برضه نوثق كل حاجه في الرحله. مستمرين معاكم، مع السلامه. طبعا انا انتابني شعور ما بين الزعل والحزن، ان انا طبعا يعني كان نفسي الاقي اجواء مشمسة واستمتع بالطبيعة الجميلة اكتر من كده. انا طبعا لو قاعد فترة طويلة في الشمال التركي وحصل شتاء او مطرة ما فيش مشكلة عادي، انت النهاردة شتاء بكرة مش شتاء، بس انت طبعا بتبقى طالع رحلة
اسبوعين مثلا، عايز كل يوم تروح مكان مختلف. وخضر النبي دي من الحاجات الجميله اللي انا كنت عايز احضر فيها الاجواء المشمسه. بس زمان شايفين يا جماعه الصوره بتتكلم لوحدها، الطرق مبلوله جدا، طبعا الطرق معظمها غير المسفلته طينيه، يعني اهل القريه ذات نفسهم مش موجودين، كلهم جوه البيوت. كل الخدمات اللي جوه القريه كانت متوقفه تماما تماما. طبعا احنا موجودين في شهور الربيع، يعني في اوائل شهر مايو المفروض يبقى في حركه وفي خدمات وكده، بس طبعا الجو بيبقى صعب جدا جدا يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان الناس دي عايشه فوق السحب، فوق السحاب. في اوقات بيبقى هم عندهم شمس والسحب بعدهم بتبقى مطره في الاجزاء السفليه من المدينه، كله مقفل يا جماعه، كله مقفل. طبعا المفاجأة بقى اللي أنا عايز أقولها لكم إن أنا بعديها بيومين لقيت الجو مشمس خلال الأيام اللي هتبقى جاية، فأنا قررت إن أنا إن شاء الله أطلع خضر النبي مرة تانية في أجواء مشمسة. وإن شاء الله هعمل لكم الفيديو ده وأنزل لكم الفيديو ده بقى عشان تشوفوا خضر النبي في أجواء مشمسة ربيعية جميلة جدا جدا، والفرق ما بينها وما بين الأجواء الممطرة الشتوية اللي كلها سحب وضباب. زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي بتبقى جماعة خدمات، والناس هنا بقى مشهورين بإيه؟ بالعسل، عسل النحل مشهور جدا هناك، وبيعملوا عسل وبيعملوا الحاجات اللي هي من الألبان طبعا، من الأبقار، من كل حاجة. كل ده مشهور بأهل القرية، وفي حاجات هاند ميد طبعا، كل دي مطاعم وكافيهات، وفي طبعا مراجيح وفي العاب وفي حاجات جميله جدا كانت المفروض موجوده في خضر النبي، بس لسوء حظنا ما كانتش موجوده اليوم ده. احنا بنحاول نوثق لكم زي ما قلنا كل حاجه في الشمال التركي. اهم حاجه يا جماعه وانتم طالعين الشمال التركي حاجتين، تبقى شايف الجو لمده مثلا اسبوع 10 ايام اللي انت قاعد فيهم عامل ازاي، وتحدد رحلتك او البرنامج بتاعك بناء على الاجواء دي. لان لو انت رحت مكان فيه مرتفعات زي خضر النبي او هير صفا او سلطان مراد او الاماكن دي في اثناء الشتاء او الضباب مش هتستمتع، مش هتلاقي حاجة. انما لو اماكن تانية مثلا زي اوزنجول عادي جدا، ايدر مفيش مشكلة، كل الاماكن دي برضو في الاجواء الشتوية بتبقى لذيذة. زي ما انت شايفين الشتاء بدأ يزيد والضباب مغطي، وانت ماشي حوالي 2000 3000 متر فوق سطح الارض. بس يعني الواحد يستمتع، وان شاء الله استنونا في الفيديو اللي جاي من مرتفعات خضر النبي في اجواء مشمسه ربيعيه، ان شاء الله تستمتعوا بيها. وافتكروا الصور دي وافتكروا الاماكن دي عامله ازاي دلوقتي، عشان هتشوفوا حاجات تانية واماكن استكشفناها في خضر النبي ما عرفناش نشوفها في الجو الضباب والشتاء اللي احنا شفناه ده. اتمنى تكون جولتنا في الشمال التركي عجباكو ومستمرين معاكو، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتابعوا كل فيديوهاتنا اللي فاتت على القناة واللي جاية ان شاء الله. واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية، ومع السلامة.